دي رسالة من اللواء شعبان يا حاج. في واحد اتنين تلاتة أربعة، في تسع أسماء شبه اسم عمها بتواريخ ميلادهم بعناوينهم. سهل، تلات أربع ساعات نكون لفينا على كل العناوين دي، وأكيد هي لما تشوف عمها هتتعرف عليه. صح؟ أو وأنا هاجي معاكي. وأنت تروح معاهم يا طارق. أروح معاهم فين يا حاج؟ أنا فاضي للكلام ده. ابعت معاهم سواق. سواق؟ لا ما ينفعش. يا ابني في إيه؟ أنت محسسني إن أنا قاعد مع محافظ المنيا. يا حاج يعني أنت عايز نسيب شغلي وأقعد ألف مع واحدة تايهة على عمها اللي عمرها ما شافته؟ هي كلمة واحدة، هتروح معاهم يعني هتروح معاهم. حاضر يا بابا. والله انت ما ينفعش غير ابوك. يعني هتيجي معانا بعد الغدا؟ بالليل لما ارجع. بالليل؟ هو انت هتعدي على الناس بالليل تسالهم انت عمها ولا مش عمها؟ ايوه يا ماما، هخبط على الناس بالليل عشان انا مش فاضي غير بالليل. خلاص يا ستي، ما انا تحت امرك انت وشاهين بيه ومرات شاهين بيه. مالكش دعوه بيا. ليه كده بس يا ام طارق؟ ده انت حبيبي. ماما مش هترضى عنك غير لما تعمل لها اللي هي عايزاه. وطبعا انت عارف انا عايزه ايه. مش ههدى الا لما تتجوز وتبقى في بيتك. طب اعمل ايه اذا كان ال 100 مليون عروسه اللي انت جبتيهم ما عجبونيش؟ وبعدين انت مستعجله على ايه؟ ما كده كده هتجوز. وفي الاخر يا ست اللي هجيبها لك هتعجبك وهتبقى على ذوقي. خلاص يا سيدي، اختار العروسه اللي تعجبك، احنا مالناش اي شرط غير انها تبقى بنت ناس ومن عيله، والعائلات اللي في المنيا معروفين يتعدوا على صابع الايد الواحده. ميل انت على اي عيله واحنا نكلم عليك. حاضر يا حاج. حاضر. يلا مدوا ايدكم كلهم. اتفضل. علي علي. الو. يعني انت يا علي يا رؤي عايز تقول لي انك تغفلت؟ يعني غنوه اللي زارتك امبارح ما قالتلكش مكان البودره فين؟ انت شايلتها 3 كيلو وراشد وافقك على كده؟ ماشي خد اقعد افتح السبيكر يا علي. هي دي الرجولة؟ تشيل مرات مخدرات وتركب العربية مع أنسي في الأمان يا ذكر يا عرة القرايب يا إلا؟ طب بتشتم ليه دلوقتي يا علي؟ على فكرة أنسي سمعك وهو اللي شايلها الحاجة. الله، راجل معادنا عنده بيصرف علينا، عايزنا نقول له لأ؟ فتون أكيد أكيد عندي خالي زينهم في شقته الجديدة. غنوة قالت لي كده لما زارتني، لما راحتش الشقة من أسبوعين. عندي خالي زينهم الفتون باتت عنده ساعة جوازك. ايوه فهمت. خالي زينهم. ماشي يا علي، انت مورطني معاك انت ومراتك واختها، انا ما بيجيش من وراكوا غير المصايب. تروح عند خالي زينهم ولو لقيتها ترجع الحاجة بتاعة انسي. بقول لك ايه، هي كلمة بناهية من النهاردة، انا ماليش دعوة بيك ولا بمراتك. انت بتتني وبتتفرد عليا عشان انا في السجن. حاضر يا راشد، اللي بقوله تسمعه يا راشد وتنفذه، فهم؟ الله في ايه يا علي؟ مالك في ايه؟ ما هو انت لو راجل صحيح ما كانتش مراتك بنت المجنونه عملت كده مع الراجل اللي قوينا. احنا هنقعد نهبش في بعض كده كتير؟ ايه؟ هتخلص. ايه علي يا روي؟ فين؟ هطلع على هناك دلوقتي يا علي يا روي. ماشي. انت عارف العلوان اللي قال عليه ابن عمك ده؟ عارفه. طيب يا علي يا روي، مش هأذيها يا علي يا روي، بس كده يبقى ليه عندكم اتنين. سلام يا وحش. صدقت بقى ان انا ما كنتش بحور عليك؟ شفت؟ ماشي يا فتون. ماشي. كابيلو، ده انت خيرك مغرقنا يا حاج. لا لا تحت امرك. لا سلم على الجماعه والاولاد. ماشي يا حاج. الله يسامحك يا حاج على اللي انت عملته فيه. مع الف سلام. قعدت تقول لي الموضوع مش هاخد منك وقت، مش هاخد منك وقت، اديني اتبهدلت. طب كويس، ما تتبهدل تتعلم. ايه اللي حصل؟ انا جاي لك تقول لك ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ التسعة طلعوا ما يعرفوهاش. يعني ايه ما عرفتوش توصلوا له؟ بصراحة يا حاج ما تزعلش مني، انت وامي غلطتوا غلطة كبيرة قوي لما جبتوها تقعد معانا. يا ابن افهم، كانش ينفع نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها. ماشي يا حاج، بس ادينا ما لقيناش عمها. تقدر تقول لي بقى هنتصرف ازاي؟ في ايه يا طارق؟
ما هي البنت قاعده معانا هنا لحد ان شاء الله ما نلاقي اهلها. قاعده معانا فين؟ فريدي وراها مصيبه يا ابني. لا استني بس، اقعدي اقعدي، انت مش ماشيه، تعالي بس اقعدي يا اخي. خلي عندك دم في تهرج البنت كده، وانا هقول لك كلمه تحطها حلقه في ودنك، مالكش دعوه بيها وهي مش هتسيب البيت. البنت دي في مسؤوليتي انا، اعتبرني متبنيها. لا لا يا حاج، انا مش موافق على اللي انت بتقوله ده على فكره. انا مش باخد رايك، انا بقول لك قرار. عاجبك كده؟ استريحت؟ كسرت بخاطر بنت غلبانه؟ اه استريحت. انت ما عندكش احساس. مين مالك؟ مين اللي زعلك؟ داهيه في اللي ربوك. ايه ده؟ حد يفهمني في ايه؟ مين اللي مزعلها؟ اساليهم. اسالهم؟ ممكن حد يفهمني ايه اللي حصل؟ مالها ماشيه زعلانه كده ليه؟ خلاص خلاص اقعدي. انت أنا آسف. على فكرة أنا مش ضدك يا لبنى، والله العظيم أنا مش ضدك، بس أي حد مكاني لازم يعرف أنت جاية منين ووراك إيه. لا مش هتمشي، خليكي، أنا هدور لك على عمك ده تاني بجد.